لنا دخلة حلوة برشا الحقيقة. أنا ياسر نحب كل ما هي حاجة تبعث فينا الأمل وتبعث فينا التفاؤل، خاطر ساعات الأخبار ترجعنا شوية لتالي، ساعات نتفرجوا في عركة نرجع بها شوية لتالي على فيسبوك، ساعات نسمع خبر نرجع به لتالي، ساعات حتى عائليا نصير حاجات ما تبدلنا النفسية متاعنا ونظرتنا للكلمات هذيك، وتلقاك مكدر وتلقاك هكا مكوسد. فما حليه وقت اللي الإنسان يرجع يتمعن في الأفكار اللي كنت تحكي فيهم تويكا دكتورة ريما تجبي، ياخذهم بالفكرة بالفكرة، يفهمهم، يطعمهم، وابدأ ترين عليهم. ونعني فيها الكلمة، كلمة تمرين نعنيها مليح مليح، فمش حاجة معناتها بين معناها نهار ونهار تتبدل، في نهارتها تتبدل، ما فماش. فما إنسان يخدم على روحه، يخدم على نفسيته، يخدم على عقليته، يخدم على فكره، يخدم على التطور متاعه. هذا كل حاجات تخدم عليها بالوقت بالتمرين. وكما قلت قبيلك لي كوتش موجودين، أما فما أنت قبل لي كوتش الكل، نهارك اللي أنت تمن بلي نحكيو فيه هذا الكل، قدرة ربي تخلط النتيجة اللي تحب عليها. وأنا معاكم في حكاية الفكر الإيجابي، أنه إنسان يلزم ويخدم عليه. أنا الأولانية الساعة ومعايا إن شاء الله أنتوما والكلنا مع بعضنا، خاطر مهم أنه نغزروا للدنيا طريقة أخرى بطريقة حلوة. دكتورة سوسن يعقوب مختصة في الأمراض الصدرية، مرحبا بك دكتورة. صباح الخير يا ريم، صباح التفاؤل والأمل. والله نسمع ريتك شيخة قبيلة ونسمع فيك تحكي معها، والله ركزت معها محلين ديسكور متاحة ياسر هكا تخي بوزيتيف بالحق، يعطيها الصحة. وكله ممكن بيان سور، كله حاجة ممكنة. أنا نمنيها راهو معنى الكلام اللي قالته الكل موافقتها زادة 100%. أنا متأكدة من هكا، حتى بسم الله ما شاء الله الضحكة ديما موجودة الحمد لله في كل الحالات ديما، حتى كي نطلبك وانا في آخر وقت ولا مثلا فهكا في وقت كابيني ولا تعبك معناتها فما إنسان اللي شالغو بطبيعته اللي شالغو. دكتورة سوسن يعقوب، اليوم أنت اخترت الموضوع اللي هو السل الرئوي. أنا الحقيقة وإحنا نحضروا في الموضوع قلت لك الكلمة فجعتني. خلينا متفائلين يا ريم بربي. جستما كيفاش نوصلوها للناس بطريقة تاع تفاؤل يبرسل جستمو صحيت هذيك يا بنتي زايد معاك. اهم حاجه انه جستمو معني خلينا في التفاؤل بربي، مش خاطر نحكيو في الامراض معناها لوط باش نجيبوا الكوبي. اي راهي امراض تداوى معناها، فهمت؟ معناها حتى كان اسمها تقول انت معناها اسمها يرعبك، مش الاسم ممكن يرعب، اما افكار مسبقه زيدا راهو قاعده تبكي الافكار القديمه. معناها اللي يسمع تيوبركلوز ولا السل اللي بي يقولوا درن، خاطر نشوفوا برشا اللي بي دونك يخافوا، فهمت؟ هي راهي ملادي معناها نشوفوها عادي جدا تداوى، نشوفوها عند شكون الصغار الكبار، تتشاف عند الناس الكل صغار كبار. في اي عمر معناها بون سي سور هي لاباناج دو فما دي سوجي ا ريسك نسميهم دي غروب ا ريسك، معناها مش معناها بصفه عامه ما تجيش عند انسان في صحه جيده 100%، اما نجم تجي. شكون تجي؟ تجي والله للناس الكل، اما اكثر تجي عند لادولتوجين معناها عادي جدا، عبد تلقاه الثلاثينات ما عنده حتى شيء، ضربت تيوبركلوز. اما ما تجيش عند واحد عمره 5 سنين ولا 6 سنين ولا 7 سنين. تجي حتى عند الاطفال راهم معناها موجود. وراثيه؟ لا لا با دو تو، ماهيش وراثيه، ماهيش امراض خبيثه، هذوما لي دو ميساج، اما امراض معديه. معديه. علاش تجي؟ اعطيني اسبابها، شو من الحاجات اللي تخلي السل يكون موجود عند ناس غير ناس اخرين؟ اي هو بون الاسباب، اول حاجه هي كيما قلنا معناها مرض معدي دونك يجي من عدوى، فهمت؟ كيما بريسك الامراض الرئويه الكل معناها في عبد يكون حامل المرض يعطس يكح يتكلم بالقوي واحد، تصير عدوى للشخص الاخر. كيما قلنا تنجم تصير لاي انسان، فما برشا ناس معناها المناعه نتاعهم تخدم وما ومعناها وحتى الجرثومه كيف باش يستنشقها يقاومها وتتعدى سلامات، وفما ناس معناها تتكون عندهم المرض لا توبركلوز بلمونير ذا السل الرئوي، وخاصة عند الناس اللي عندهم بين ظفرين نقص في المناعة، معناها الكبار في السن، الناس اللي عندها أمراض مزمنة كيما السكر، القصور الكلوي معناها الانسوفيزونس غينال، فما ناس معرضة أكثر من غيرها. مثلا مونسيون سبيسيال للبيرسونيل دو سونتي، البيرسونيل سوانيون، خاطر البيرسونيل معرض للمرضى. فما الناس فما لي كونديسيون سوسيو ايكونوميك الخايبين، الفقر المدقع،
معناها كي تبدا دار فيها برشا ناس فوق بعضهم معناها قلت ماكله ولا قلت اوسي لي نوتريسيون بيان سور كي يبدا البدن ضعيف برشا ينجم فما كل ما هو حاجات نقص في المناعه من الادويه مثلا لي كورتيكوي لي زيمينو سوبريسور الناس اللي عندها نقص نقص المناعه المكتسب للسيدا الناس اللي تاخذ شيميوثيرابي فما السجون زاد مثلا حتى بحكم معناها الاكتئاب وكل شيء صحيح هذوما بصفه عامه الناس المعرضين اكثر لل انت قبيله قلت فما معناتها ناس غير معناتها الريسك عندهم اقوى من الاخرين معناتها الخطر عندهم اكثر من الناس الاخرين نفهم من كلامك وانه فيه درجات السل اي بالطبيعه أه؟ والدرجات هذيك كيفاش معناها يندر انتوما كطبه فما اعراض نجم تفيقكم تقول لكم ردوا بالك راهو باش يجي وألا تفيق به كي هو موجود مثلا نحكي على سبيل المثال مثلا ما تجيك أنجين بالقدا لما تبدأ لك شوية ما تبلعش دونك تعطيك علامة هي تقول لك رانك هاك ما بديش تبلع يسميوها لونجين روج ما تمزيت تنجم بها بحاجات خفيفة فما أمراض أخرى لي تفيق بها كان سيء موجودة معناها ما تنجمش تاخذ حذرك منها ما تنجمش تلقفها مثلا صدفية ما تنجمش تلقفها هل هو من الأمراض اللي تتلقف ولا من الأمراض اللي كي تجي تصدمك معناها تلقاها قدامك هو تتلقف بيان سور حتى كي تظهر الأعراض ما زلت تتلقف أما معناها مسؤولية الشخص شوية في الحكاية هذه خطر إذا كان جسمك عطاء أعراض وانت تهونت وما مشيتش عديت سي نورمال باش تجي في مرحلة متقدمة شوية معناها يشوفي الإنسان ينتبه إنسان راهو طبيب النفس مولاها فما حاجة مش عادية في بدنك معناها حاجة قاعدة تصير الأعراض اللي هما الأعراض اللي هما جستما عندك كحة مثلا طولت برشا إنسان يكح ثلاثة جمعات لازم كحة بالدم كحة طولت برشا أي دجا كحة انتو كرونيك في حد ذاتها تنجم تخلينا نخمو في التوبركلوز بيان سور بصفة عامة ما تبداش كحة وحدها الحقيقة متاع ربي تبدا معاها سواء كحة الدم ليموبتيزي سواء يبدا معاها سخانة خاطر مرض جرثومي دونك يعمل سخانة بصفة عامة وسخانة ذي ليلية في الليل أكثر ومعاها عرق يوصل حتى في المعبيت يقول لك نلين نوصل نبدل دبشي تلمو يتبل معاها تدهور في الحالة الصحية معناها الإنسان يفقد الشهية يضعف يولي تاعب ديما كذا ساعات شوية ضيق نفس وجيعة في الصدر أي أعراض هكا مش عادية جو بونس كو معناها شايفين الإنسان يعدي نعمل التشخيص في مراحل معناها من الاول فهمت ساعات مثلا عند علاش ذكرت الناس ساعات يغلطوا الاعراض هذوما راه دكتوره مثلا كحه وسخانه وكل ساعات يغلط ما فماش دم المريض بيدو ساعات يستهين بروحه يقول لك تنشرب السيرول الفلاني وناخذ الدواء الفلاني اللي طيح السخانه وفك الاثناء فك الايمات اللي هو قاعد يعمل في الاستطباب نتاعو وقتها تصير التعكرات دونك ما نمشيو احنا ونقولوا خطيره لما يولي فما دم راه اي هو صحيح يخافوا العباد من الدم اما نرجع ونقول اذا كان انت يا سيدي نمشي ما عديت شاي وتطببت تعلمتها مني دي الكلمه ذيك عملت لو دو ميديكاسيون لو تو ميديكاسيون والامور ما مشات شريم فهمت معناها الكح راهي توبركلوز مش باش تبرى بطرف لي زانتيبيوتيك اللي تاخذ فيهم وحتى من الفارماسي وكل شيء لا ما تبراش خاطر الدواء نتاعها سبيسيال دونك اذا كان الكحه ما تجاوبتش مع الادويه هذه سي تون تو ترينونت ياخذ الدواء الاولاني سيرو الانتيبيوتيك كذا باقي الشيء ماشي ويزيد معناها سامي لا بيس ا لوغي معناها فما حاجه مش عاديه مانيش قاعد نداوي في مرض عادي وانا علاش نستنى مثلا حتى لي ما هو من الاول كي نمشي للطبيب تاع الامراض الصدريه نجموا تفرزوا معناها الكحه من حتى نجموا تفرزوها خاطر نجم يجيك ما عندوش دم اما عنده الكحه انت من كحته تنجم تفهم ولا يلزم تحليل ويلزم تصاور لا مستحيل من الكحه تنجم تفهم شنو وري لا نسال لا لا سعيد ساعات قلت لي نلقفوه قلت ما تدخل الكحه نلقفوه طبيعه الكحه هي اللي تدل مثلا شويه بون اما لا الكحه في حد ذاتها ان طونك سيني راي الي كومون البرشا امراض فهمت في الصدريه دونك تطلبوا عليه نطلبوا احنا ماني ديجا التشخيص يصير بالفحص السريري دونك تسمع المريض الاعراض تختلف كيما قلنا كيف تبدا فما معناها توت ان تابلو يخليك تخمم في التوبركلوز بيان سور باش تستعين باللي زيكزاما كومبليمونتير سافا دو سوا كيفاش باش تفرق انت معناها تخمم فيها ما تحاول تكونفيرميها فهمت نجيو تو للنقطه المهمه يبرا بيان سور يبرا بالدواء وبالعلاجات يبرا يبرا تماما ولا يبرا ويقعد كالإنسان اللي مثلا إنسان بديه السكر أي. يتعدل السكر ويتيح نجم ينحيلو درك الحربوشة طبيب مثلا أي. لكن يقعد ديما إنسان عنده ريسك نجم في أي وقت يعمل فما السكر حالتين سكر هل السل يبرا تماما وحلقة وسكرناها في حياتنا وألا يبرا ويقعد إنسان معناها معرض للخطر واضح في الحكاية هذه شوية أنت والأرضية
شكون قاعدين نداويو، وقتاش دخلنا زاده، كيف النوعيه زاده نتاع الصلبه. احنا نحكيو على السل الرئوي اللي يمس الرئه، ساشون كو السل راهو معلومه برشا ناس بتعرفش، اللي يضرب راهو براتيكمون اعراض البدن الكل، معناه ينجم يجي في الصفاق نتاع القلب، ينجم يجي في العظم، ينجم يجي في الغدد اللمفاويه لي غونغليون، فريمون ينجم يضرب برشا اعراض. احنا اليوم نحكيو على السل الرئوي، السل الرئوي اللي يمس الرئه صحيت فوالا. باهي يبرا وي يبرا باحتراز صغير، انه معناها فما نوعيات صعيبه، فما خاطر لا كولوز ريزيستانت توا، وهذاك توت سي توت ان شابيتر، معناها نوعيات كيما نقولوا ورغم صعبه تنجموا تدخلوا مع الحل بيان سور. غير فوالا دونك الحلول موجوده للاخر، فهمت؟ هو في غياب العلاج لطفي نجمي ولي قاتل، راهو ينجم يوصل في غياب العلاج. في غياب العلاج، العلاج ترجعوا الكنام الكنا ليه، العلاج خير من ترجع لكنا مجاني. الدوله التونسيه اللهم صلي على النبي، شفت قديش عندنا حاجات باهين في بلادنا. اون ا توت ان بروغرام دو لوت انتي توبركلوز اللي هو بروغرام عالمي، هو تبع حتى المنظمه لو ام اس، معناها المنظمه العالميه للصحه. سي ان تريتمون غراتوي، ومش حتى تريتمون يا ريم، التريتمون والسويفي والتصاور وكل شيء توت غراتوي بالدوله التونسيه، معناها داوي يرحم والديك. هو هذا الكل مساعي باش نحيو التوبركلوز من بلادنا، فهمتني؟ دونك راهو يداوى بالحق، يداوى معناها الدواء نتاعو مطول شويه صحيح، اما بصفه عامه يعطي معناها نتائج باهيه. جوست بعد انت قلت لي يبرا كومبليتمون، وي نجم تكون بالحق قوس في حياه البشر، وصدقني كان شيئا لم يكن، يبرا وتصويرته تنظاف ومعناها يبرا كومبليتمون. يخلي ساعات في حالات معينه، اذا كان مثلا اتوندو شويه، تصور انت مثلا توبركلوز ماشي سامحني الزوز الواري، تنجم تخلي شويه سكال احنا نسميهم، معناها اثار، فهمتني؟ الاثار هذيك متفاوته حسب زاده كيما قلنا الارضيه، حسب البومون سوجاسون، حسب هو الشخص داوم في دواه ولا لا، فهمتني؟ واظب على دواه ولا لا، حسب لو سويفي، حسب ليفولوسيون، حسب نوعيه التوبركلوز. ما قلنا فما انواع مثلا ريزيستانت. دونك اما الميساج نحبوا يوصل اللي هو راهو مرض يبرا، فريمون يبرا بالعلاج، بالمتابعه، بيان سور ديما فما لو سويفي ميديكال، اي سورتو بالحق الدوله التونسيه معناها تحيط بالناس هذوما، ومش اكثر من هكا، معناها بخلاف انها تعالج المريض، اون في اون انكيت سي اون مالادي ا ديكلاراسيون اوبليغاتوار، معناها نعلموا على الشخص وتصير انكيت في لونتوراج القريب نتاعو، ما قلنا مرض معدي. دونك يزيدوا انكور يعيطوا للناس اللي اقرب الناس ليك، كيما نقولوا اللي عايشين تحت نفس السقف، اللي مثلا لي كوليغ اللي يعيشوا اللي يخدموا فرد بيغو، لو كونتاكت لازم يكون انتيم، معناها قريب برشا، ان كونتاج واضح، معناها جهود كبيره راهو في لاليوتونتي توبركلوز، حاجه هايله برشا. انا نشكرك برشا دكتوره سوسن يعقوب، مختصه في الامراض الصدريه، على خاطر الكلمه هذه كانت تفجع وكانت تقلق، والحقيقه حتى واحنا ناخذوا في الموضوع الا ما حكيت معاك باش فهمت لي هو راهو معناتها بالعكس، على قد ما الاسم يفجع، على قد ما من داخل في المحتوى من الامراض اللي تتسمى محظوظه راهو في تونس. باش نقول لك علاش ولينا الغالب، ولينا نفرزوا بين الامراض والتي تتفرز بين المرضى، علاش؟ خاطر ساعات فما امراض اخرى واكثر خطوره، ولكن تلقى دويات مش موجوده فيها، والا ناقصه، والا يقول لك لكنا احنا في ازمه ماليه معاش نرجعوا الدواء الفلاني. مؤخرا صارت مشكله كبيره على الدواء البيولوجي مثلا، وناس معناها مستنفعه منه، اللي معناتها جات مع جويليا واللي بعد جويليا معاش مستنفعين، وناس تشكي وطب تعمل في نداء استغاثه، يقول لك راهو مريضي نجم يمشي بنداية. وفما امراض اخرى اللي الدوله توفر لها كل شيء وبلاش. دونك ان شاء الله نخلطوا الفتره، خاطر الكنام تنحي للموظف، تنحي معناها للعائله، مراه وراجل زوز، وفي الاخر تليميتيهم في الدواء حسب واحد برك، تاخذ على واحد برك، ما تعملش دو بلافون، تاخذ من الزوزه ما تعمل بلافون لواحد برك. كنا قابلين هذا على خاطر نقولوا الامراض المزمنه والامراض الصعيبه قاعدين يداويوا بلاش، وقاعدين الكنام ترجع بنسبه كبيره، لكن اليوم وقت اللي تتمس حتى الامراض المزمنه وتولي فما معناتها دويات للامراض الخطيره والمزمنه ما عادش ترجع، نولي وقتها الحقيقه نحط نقطه استفهام كبيره. احنا راهو جوست رابيدمون الاطباء راهو عاملين جهد كبير، ولي سوسيتي سافونت معناها المجالس العلميه والطب اللي مثلوا العماده وكل شيء راهو نعملوا في مجهودات كبيره على في الاختصاصات الكل، فما مجهودات يبقى ان شاء الله يجينها وتولي التوانسه الكل على حد سواء مهما كان المرض يرجع ان شاء الله، ونجيو بالحق للصحه المجانيه وللتعليم المجاني ان شاء الله. نخدموا الساعه الاولانيه، نرجعوا في الساعه الثانيه ان شاء الله، ونحكيو تغذيه ونحكيو كوتشينغ ونحكيو شويه مجتمع مدني على علاقه بالصحه.